اليوم الخوت غادي نمشيو للمحامي الغزلان باش نرسمو شي حاجه تماك لواحد الصديق. سو يلا معنا. كما كتشوفوا وصلنا بالليل وصديقنا ها هو دجا باش يوصلنا للبرج. قبل ما نبداو هذه الخدمه غادي نوريكم واحد الفيديو ديال واحد التجربه اللي كنت دوزتها في هذه البلاصه اللي كانت زوينه بزاف. صراحة كانت تجربة واعرة. ودابا باش نبداو هذا العمل خاصنا نلبسو حوايج الخدمة. هاد الشومبر هو اللي غادي نرسمو فيه جوج ديال الرسومات، غادي يكونوا شي حاجة تقليدية اللي كل وحدة منهم كتكون من ثلاثة ديال المراحل: تراساج، نقش، ثم الصباغة. على بركة الله نبداو الخدمة. دابا كملنا السكيتشين على الحيط وغادي ندوزو للنقش. وصديقنا مشكور جاب لينا الدلاح. ودابا غادي نمشي نكملو الرسم ديالنا. دابا كملنا النقش كما كتشوفوا، غادي ناخذ هذه الشيطة باش نحيدو فيه الغبرة. من بعد ما كملت النقش ديال الرسم الاولاني غادي ندير الرسم الثاني بحال هكا. ودابا غادي ندوزو للمرحله ديال الصباغه، وما تنساوش قبل ما تستعملوها تحركوها مزيان.
المشكلة خو طاحت لينا هاد النقطة غادي تخربق لنا الرسمة. شنو ندير؟ كنزين. دابا الساعة كتشير للثمانية، سو بركة علينا حتى النهار التاني. من بعد ما كملت الشومبر الاول، دابا غادي نخدم على الشومبر الثاني. كملنا الخدمه الخوت، نخليكم تكتشفوا النتيجه كي طلعت، اللي كانت مزيج ما بين النقش والرسم. سو نتمنىها تعجبكم. فنتمنى الخوت يعجبكم هذا المحتوى، وما تنسوش تدعمونا بالإعجاب والاشتراك في القناة، ولما لا تبارطاجيو هذا المحتوى مع الأصدقاء ديالكم. فالخوت اللي بيجي لهذه البلاصة غتلقاو مجموعة ديال المعلومات في صندوق الوصف. And guys, if you want to come to this wonderful place, you will find more information down in the description. And see you in the next video.